برج السرطان، انتوا جاهزين يا سرطان؟ ليش حسك مصدوم؟ لانه كوكب القمر. هلأ مين الكوكبين اللي العال الناس بيقدروا يشوفوهم من الكرة الأرضية؟ مين؟ الشمس والقمر. وبلوتو والمريخ والزحل والمشتري. نعم. انت وين عايش؟ انت بالضبط بأي دولة عايش؟ بالتلسكوب. بالتلسكوب. لا لما تكون قاعد ببيتك بالفرندا سعي السيارة على سطح بيتكم تتشمس بالليل، ايش بتشوف؟ القمر. بالليل القمر بيطلع؟ مش كل ليل والله بصراحة، احيانا بيطلعش، بحسه مش مبين. فالقمر هو كوكب برج السرطان. أعرف تماما أنه له تأثير مباشر في الخسوف والكشوف، وأي حركة في حركة القمر تأثير مباشر في برج السرطان. يعني لما بيكون القمر كامل أعرف أنه السرطان في قمة قوته. أعرف أنه كل ما القمر هيك زغر 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 بتحسوا أنه برج السرطان هيك بتأثر، هيك بيصير متضعضع، بيصير لما يختفي ايه ولا اشي بكتب. طيب 2019 هلأ أنا لسه ما خلصتش. أوكي. هلأ برج السرطان هو من الأبراج المائية. ترى انتبهوا، الأبراج المائية أبراج صعبة، لا نستطيع ثم لا نستطيع المساس بها. ما بلتعب معهم برج المائيين لأنهم أبراج صعبة جدا عنيدين. شايفين هاي الخشبة هيك هم من سواء السرطان والعقرب والحوت. يما أبراج صعبة عنيدة، ولكن أنجح أبراج عمليا. أنجح الأبراج رح يكون في عام 2019 مفاجآت كبيرة، بس بال 2018 كان عندهم مسؤوليات كبيرة جدا جدا جدا. 2019 رح يكون حصاد هاي المسؤوليات، بالرغم انه في مشاكل لسرطان المرأة بال 2019 لانها هي عاطفية زيادة عن اللزوم، ورا بتضلها تنق كتير، وبتضلها متطلبة عاطفيا، بتضلها تسأل ليش طيب؟ ليش طيب؟ ليش طيب؟ وهي بتكون عارفة الجواب، برضو بترجع بتعيد السؤال، ولك ما انت عارفة الجواب، خلاص ايش؟ هارب الزلمة؟ ليش ما حكاني؟ ليش ما قال لي؟ وليش ما جاب؟ كثير بتعيد يعني. ايوه هم من شوي يعني تلح، احنا بنسميها تلح. بس الحاح السرطان دراما اكثر. بيعيشوا دراما، يكتئبوا بسرعه، فبسرعه بتنقلب المراه وبتصير عصبيه، وبتصير هيك كل كلمه زي كانه هيك صاروخ طالع هيك. يعني معقول برج وهمي بيعيش باوهام؟ هم مش برج وهمي، هم برج متطلب، هم من برج طماع عاطفيا جدا جدا جدا. طب المرأة ايش صفاتها؟ الأنثى بشكل عام. ما أنا حكيت إنها عاطفية ومتطلب صار لي ساعة. سلبيات. ما هي سلبية. طب إيجابية، أعطيني شيء. الإيجابية اجتماعية جدا، ذكية جدا اجتماعيا، وهيك مرحابة وبتحب الناس. كتير اجتماعية مش شوي، بس هيك بتحبش تشتغل، بحبوش يتعبوا حالهم، بحبوا كل شيء يجيهم على الجاهز. سرطان المرأة والله كل الأبراج بحبوش يتعبوا حالهم. لا بالذات تحديدا أنا بحدد. فأنا بنصح بال 2019 إنك أنت تاخدي النصيحة من شريك حياتك، وإنك تكوني أكثر عقلانية بعاطفتك. يعني حتى بالعاطفة لازم تكوني عقلانية. تفكر ورا